شبكة شمال إفريقيا للسيادة الغذائية، سيادة شعبية على الغذاء والأرض والثروات. البيانات: بيان جائحة كورونا والجفاف والغلاء عناوين عريضة لمعاناة المقهورين بالمغرب. تبعات جائحة كورونا والجفاف وتوسع الفقر والبطالة تتحملها الفئات الشعبية. يشهد المغرب خلال هذه الفترة من السنة الحالية أزمة جفاف حاد لم يعرف مثيلا لها منذ 30 سنة، وينذر انعدام التساقطات المطرية خلال هذا الموسم 2022-2023 بتبعات اقتصادية وخيمة على الفئة الشعبية. فقد بلغ متوسط الدخل الفردي بالوسط الحضري 2083 درهم، وبالوسط القروي 1297 درهم شهريا حسب بحث قامت به المندوبية السامية للتخطيط مباشرة قبل كوفيد. ودائما حسب معطيات المندوبية لسنة 2019 بلغت نسبة ذوي الدخل المنخفض 12.7% على المستوى الوطني، و6.8% في الوسط الحضري، و22.9% في الوسط القروي. وإجمالا يعد 4.5 مليون شخصا فقيرا حسب مقاربة الفقر النسبي، ويعيش ثلثاهم 66.4% في الوسط القروي. ولا أدل على ذلك عاملات وعمال الزراعة الذين يتقاضون حدا أدنى للأجر لا يتجاوز 1994 درهم. أكيد أن تردي الأوضاع الاجتماعية زادت حدة مع الأزمة الصحية وفقدان مئات آلاف مناصب الشغل. وسيساهم الجفاف الحاد في تفاقم أوضاع القرويين من صغار المزارعين ومربيي الماشية، وتهدد بفقدان القطعان بسبب نفوقها أو بيعها للتخلص من أكلاف قوتها. سيفاقم الجفاف أوضاع البؤس بالقرى، وسيدفع بالآلاف للنزوح نحو المدن وتضخيم صفوف طالبي الشغل، ما سيضغط من جديد على أجور العاملين خصوصا في المزارع الرأسمالية الكبرى. الاستراتيجية الفلاحية لدعم الرأسماليين الكبار: تأتي الرؤية الاستراتيجية الجديدة للقطاع الفلاحي الجيل الأخضر 2020-2030 لتدعيم ركائز سياسات فلاحية تصديرية مستندة على دعم عمومي لكبار الرأسماليين محليين وأجانب. هذا في الوقت الذي أبانت فيه حصيلة مخطط المغرب الأخضر 2008-2018 على تفاقم التبعية الغذائية البنيوية، حيث أن معدل تغطية الصادرات للواردات الغذائية لم يكن في المعدل سوى في حدود 52% في تلك الفترة. ومن خلال هذه الاستراتيجية الجديدة تروم الدولة توسيع الفلاحة التصديرية وتوفير شروط الربح الخاص من خلال تسيير الاستحواذ على الأراضي ونهب الثروة البحرية واستنزاف الفرشة المائية عبر أوراش لصالح الرأسمال الكبير، تنجز بتعاون وثيق بين الدولة والبنك العالمي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية. توفر هذه الأهداف الاستراتيجية أرضية مناسبة لما يطلق عليه مناخ الأعمال بإعادة هيكلة وتوزيع الوعاء العقاري وتأهيل يد عاملة زراعية وتركيزها في مشاريع رأسمالية عملاقة من ضيعات فلاحية ومزارع أسماك معدة للتصدير بالأساس. ارتفاع الأسعار وغلاء تكاليف العيش: تعاني الفئات الشعبية من ارتفاع مهول لأسعار مواد الاستهلاك الرئيسية والخدمات العمومية والأدوية وغيرها من ضرورات العيش، في الوقت الذي يتوسع فيه فقدان الدخل وتبقى الأجور جامدة. فقد بلغت الزيادات المتتالية في أسعار بعض المواد الغذائية من درهم إلى 25 درهم، زيت المائدة ودقيق السميد ودقيق الفينو واللوبيا والعدس إلى آخره. هذا ناتج عن خيارات الارتباط بالسوق العالمية واتفاقية التبادل الحر لصالح الشركات متعددة الجنسيات، وتدمير الزراعات المعيشية وصغار المزارعين الذين يوفرون الغذاء لشعبنا، ورفع دعم الدولة عن محروقات وربطها بالأسعار الدولية، وإلغاء دعم الكثير من مواد الاستهلاك الأساسية صندوق المقص إلى آخره. تشرف على هذه الخيارات المؤسسات المالية الدولية التي تتدخل بشكل مباشر لتأطير السياسات الليبرالية القائمة
على المديونية وما لها من تأثيرات على تقليص الميزانيات الاجتماعية وخصخصة الخدمات العمومية. تتضافر هذه الأبعاد المختلفة للأزمة مالية واقتصادية وصحية واجتماعية وجفاف وغلاء لتنزل بكل تقلية على صغار المنتجين والأجراء والعاطلين وغيرهم من الفئات المهمشة لتضع ما يسمى بالنموذج التنموي الجديد محط تساؤل وتكشف أنه في صالح الأغنياء على حساب الفقراء. مطالبنا: تعمل التنسيقية المغربية لشبكة شمال أفريقيا للسيادة الغذائية على رفع مطالب القاعدة الشعبية التي تمثلها لا سيما صغار منتجي الغذاء من بحارة وعمال والعاملات الزراعية وصغار الفلاحين والرعاة، مقابل فلاحة رأسمالية تجارية وصناعية موجهة نحو التصدير ومستهلكة للماء ومخربة للأرض. تطالب شبكة السيادة الغذائية تركيز الإنتاج الزراعي على الزراعات المعيشية وأولوياتنا الغذائية وعلى إصلاح زراعي يضع في قلبه المنتجين المباشرين. حق شعبنا في تحديد سياسته الغذائية والزراعية بشكل مستقل وكامل السيادة. الحق الكامل في الأراضي والمجالات الترابية والمراعي والثروات المائية والمنجمية والبذور والماشية والتنوع البيولوجي. إصلاح زراعي حقيقي شامل وشعبي. دعم الزراعة البيئية أو الإيكولوجية. السلم المتحرك للأسعار والأجور ووقف سياسة إلغاء دعم المواد الأساسية وتحرير الأسعار. سياسة مائية تستهدف صغار منتجي الغذاء ووقف تزويد المزارع الرأسمالية التصديرية بمياه السدود والفرشاة الباطنية. وتعد هذه المطالب أساس بديل السيادة الغذائية التي تدافع عن عنه الشبكة والذي يندرج ضمن السيادة الغذائية ومجتمع تسود فيه العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة. وختاما يمكن القول إن هذا البديل لا يمكن أن يأتي إلا بقوة نضال سواعد صغار المنتجين وباقي المقهورين وتوحيدهم وتنظيم صفوفهم من أجل سبل بناء حركة الفلاحين والبحارة الكادحين والعمال الزراعيين من الأسفل. التنسيقية المغربية لشبكة شمال أفريقيا للسيادة الغذائية، 19 فبراير 2022.